قامت وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على الجمعيات التعاونية متمثلة في الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. فريق الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها قام بجولة تفتيشية على الجمعيات التعاونية في محافظة العاصمة لمتابعة ورصد أسعار السلع. نحن حاليا في إحدى الجمعيات التعاونية محافظة العاصمة نقوم بمتابعة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية المدرجة عندنا بنظام مراقبة الأسعار الآلي، ولله الحمد يعني طابقنا من خلال يعني المفتشين والمفتشات بضمان الأسعار نفس ما هي مرسلة لنا بالوزارة، كذلك هم عايننا على المحتوى والأحجام للمستهلكين. لله الحمد يعني الأسعار ما زالت هي الجمعية اللي احنا فيها ملتزمة بالأسعار المقدمة لنا لوزارة التجارة والصناعة. الجولة شملت متابعة السلع وآلية تحديد أسعارها بمختلف المنتجات الموجودة في النظام الآلي للجمعيات ومطابقتها مع اللوائح وزارة التجارة والصناعة. احنا اذا اليوم من خلال عندنا السحب الاسعار ونزولنا بارض الجمعية على الارفف، في حال وجود هناك اختلاف راح يقوم المفتش باتخاذ الاجراءات القانونية بعمل محضر ضبط وتحويل الجمعية او المؤسسة للنيابة التجارية. فنحب ننوه حق اخواننا اصحاب الجمعيات التعاونية والمؤسسات بعدم رفع او تغيير إلا بالرجوع إلى وزارة التجارة والصناعة. أحب أذكر في حال وجود شكوى للمستهلكين ما علي الاتصال على الخط الساخن اللي هو 135 أو عن طريق تقديم شكوى على الواتساب اللي هو 55135135 أو مراكزنا المنتشرة في أنحاء دولة الكويت عددها 21 مركز. وتعكف وزارة التجارة والصناعة من خلال الفرق التفتيشية التابعة لها على متابعة السلع وتحديد أسعارها حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.